كاينين بجوج وما عندهم ميولات، غيتا ومحمد، واحد عنده ميول للمسرح والكوميديا، واحد عندها ميول للغناء. فكنتمنى بالله الدراسه هي الاولى عاد نشوفوا الفن. فاش نقول لك انا التجنيد الاجباري بحالي بحال ولاد الشعب، اي حاجه كتهم مصلحه الشعب، ف ما كنقولش لا. الا كان ولدي ملي يكبر مضطر انه يدير التجنيد الاجباري، فانا مع التجنيد الاجباري.